ويفتتح النتيجة للدرجة. من بيريرا اسكندر سويح برود الدم كبيرة يغارة الحارس شوما لوكاتا الأسبقية للأحمر والأصفر هدف لصفر. الترجي طارق ثابت لسويح التوزيع نحو عماد بن يونس بيريرا يدفع من الخلف مهاجم تنفيذ المخالفة مباشر وباهية من خالد فاضل اللي غلط مرمى وحده ما كان ثم يسجل الهدف لصالح الترجي في 13 دقيقة لعب. إذن بعد مخالفة من سويح اللاعب خالد فاضل أو الحارس خالد فاضل وحده كان يلمس الكرة حب يرجع الكرة بكلتا يديه. أثمرت على هدف دقيقة 25 عن طريق علي الزيتوني تسديدة رأسية تغطى الحارس أحمد الجواشي. في منتصف شهر نوفمبر القادم من خلال مباراة الذهاب بشوف الترجي يلعب النهائي القاري الرابع في تاريخه طبعا دون اعتبار نهائي الكأس الممتاز لسنة 95. ألعاب الفريق سويح يقلص الفارق الترجي يصبح مطالب بتسجيل 4 أهداف أخرى. هو ثاني ضربة من دنا إلى بنالتي بوست تسفير تاع البوبليكو اللي هو بريزنتي هناك سياح بالبنالتي ويسكوريا دين الضربة سياح يسكوريا ويلف للديفيد كلويتسا باش تنزل يمورو في الفانتاج جول اللي في الفاتكنز كريات في 22 منوتة. عبد الخليل خلي الكرة لا تعالوا خلي الكرة يا ابو عزيزي يا ابو عزيزي اسكندر سويح اسكندر سويح سكلبتي طارق ثابت طارق ثابت طارق ثابت طارق ثابت نصف طائرة طارق اسكندر سويح مرة أخرى اسكندر يتقدم رويدا رويدا ويسجل الهدف الاول الهدف الاول لفريق المنتخب التونسي بعد 10 دقائق لعب اسكندر سويح يسجل الهدف التونسي.